كريستيانو رونالدو كان بيطلع فلوس في الثانية. راتب كريستيانو من نادي النصر هو 70 مليون جنيه استرليني، هاي غير الإعلانات. مع الإعلانات راتب كريستيانو من النصر بيصير 170 مليون جنيه استرليني، يعني كم؟ يعني 213 مليون دولار سنويا، يعني تقريبا 18 مليون دولار في الشهر، يعني 4 مليون ونص دولار في الأسبوع، يعني 634 ألف دولار في اليوم، يعني 26 ألف دولار في الساعة، يعني 440 دولار في الدقيقة، يعني 7 دولار في الثانية. يعني كل ما الساعة اللي في إيدك يا صديقي مشاهد تسوي تك، رونالدو بياخذ 7 دولار، وأنت كم بتاخذ في الثانية يا صديقي مشاهد؟